طيب الآن يعني استقبال هؤلاء بمثل هذه الحفاوة يعني ما هي المصلحة المرتجاة من مثل هذا؟ شيخنا، أول ما ينبغي أن ننبه عليه المشاهدين والمشاهدات أن لدينا فرق كبير بين اليهود والنصارى اليوم وبين اليهود والنصارى الذين جاء ذكرهم في القرآن والسنة. نعم. فاليهود والنصارى الذين جاء ذكرهم في القرآن والسنة قوم تمسكوا بوحي منزل وإن كان نسخ وحرف وبأيديهم كتب منزلة من عند الله يجب الإيمان بها، وإن كانت حرفت وكتموا وغيروا وبدلوا لكن لهم أصل يمسكونهم. نعم. لكن الموجودون اليوم بمن فيهم البابا ومن دونه ليسوا متمسكين بأي شيء من ذلك، فلا لهم صلة بالسماء ولا لهم علاقة بموسى بن عمران ولا بعيسى بن مريم عليهم السلام. هم منبتون عن ذلك بالكلية. ولذلك قال ابن حزم: لم يبق مع النصارى من ملتهم التي جاءت في الإنجيل إلا منع تعدد الزوجات، حكم واحد فقط. نعم. سبحان الله. فلذلك من يظن أن هؤلاء هم الذين جاء احترامهم وتقديرهم وديانتهم يجب الاعتقاد أنها سماوية وأن كتبهم من عند الله وأنها كلام الله ويطبق ذلك على الموجودين الآن، مخطئ تماما. فما يسمى اليوم بالكتاب المقدس والعهد القديم والعهد الجديد لا صلة له بالسماء ولا هو منزل من عند الله ولا يجب الإيمان به على أحد، ولم يسمعه قط موسى ولا عيسى ولا يعرفونه ولا يصدقونه ويعلمون أنه كذب مفترى. الكتاب المقدس هو التوراة التي كتب الله يمينه لموسى في الألواح 14، وكذلك الإنجيل الذي أنزل الله على المسيح ابن مريم، والزبور الذي أنزل الله على داود. وهذه بدلها أهل الكتاب وحرفوها وأتوا بشيء من عند أنفسهم يزعمون أنه من عند الله، وقد كذبهم الله في كتابه. يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فبين الله أن هذا إنما يكتبونه بأيديه. ولذلك نعم، بقي بعض الأحكام المتعلقة باليهود والنصارى وهي أخذ الجزية منهم إذا كانوا من أهل رعاية الدولة الإسلامية. والمقصود بالجزية مشاركتهم في الدولة، أنهم يقرون على ديانتهم ولو كانت محرفة مبدلة، ويكونون من رعاية الدولة الإسلامية يقدمون لها ضرائب لمشاركتهم في بنائها وتعميرها، ولأن الدولة ترعاهم وتمنع الظلم وأيضا تحمي أبدانهم وأموالهم وأعراضهم، كل هذه من دفع الجزية لبيت المال وجب الدفاع، وجب على الدولة الإسلامية أن تدفع عن نفسه وعرضه وماله. طيب، حل ذبائحهم هذا الزيادة على هذه. نعم. كذلك، لكن الجزية الراجح أنها غير مختصة بهم، وإن كانت حكما في الأصل أنزل فيهم. لأن الله قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم، لكنها عامة لجميع المشركين. نعم. الراجح أنها تشمل كل دين. نعم. والحكم الثاني هو حل نسائهم، وهذا طبعا مشروط بالمحصنات منهم فقط، والمحصنات هن العفائف اللواتي لا يزنين ولا يخاف منهن الزنا. فكل متهمة بالزنا أو ممكن من الممكن أن يقع منها لا يحل للمسلم أن يتزوجها. قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لكن العفائف من أهل الكتاب يرجى أن يدخلن الإسلام إذا كنا تحت مسلم وأحسن معاملتهن وأكرمهن. فلذلك أباح الله للمسلم الزواج بهن توسعة على المسلمين لا رفعا لمكانة أهل الكتاب. ولذلك قال الله تعالى في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم وطعامكم أحل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والحكم الثالث هو حل الذبائح.
ومحله عند بقاء ذبائح على ما جاء في شريعتهم بالأصل، وهذا لم يعد موجودا لدى النصارى. فالنصارى بالكلية اليوم يأكلون الجيف ومنهم البابا، فليس لديهم أي عناية بالحلال فيما يتعلق بالذبائح، لأن مبدأ النصارى هو أن ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وما لقيصر يقصدون به ما غلبت عليه الدولة، وما لله يقصدون ما كان تحت يد الكنيسة من الطقوس والشعائر والأمور. والذبائح كانت من مال الله، أي مما يعني الكنيسة، ثم انتزعت منها بعد الثورة الفرنسية، فأصبحت من صلاحيات قيصر، بمعنى أنها أصبحت تابعة للكانسل أو للبلدية، ولم يعد للكنيسة تدخل فيها. فلذلك لا تحل اليوم ذبائح البلدان النصرانية، لأنهم لا يعتنون بالذبح ولا بالذكاة، وليس هذا من ملتهم اليوم الموجود المأخوذة بأيديهم. اليهود نعم ما زالوا يحافظون على الذبح. نعم. ونحن هنا إنما نتكلم بالعموميات، وإلا فيوجد من النصارى من يحافظ على طوائف قليلة ما زالت تحافظ. نعم. وهي قليلة مثل الموحدين من النصارى، وهم لا ليس لهم نسبة مئوية تعد في طائفة اليهميش في أمريكا. ونفس الشيء بالنسبة لليهود. اليهود فيهم ليسوا طائفة واحدة، ليسوا سواء كما قال الله سبحانه وتعالى. ففيهم من ما زال متمسكا بشيء وإن كان قليلا. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعشمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وهذه هي الأحكام المتخصصة بأهل الكتاب. طيب سماحة الشيخ، وقبل نزول سورة البينة كانوا لهم معاملة خاصة، وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يزعمون أن لهم شفوفا على المشركين، حتى نزلت سورة البينة، وهي قول الله، فيها قول الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قال أبو بكر: استوت أكتافهم رب الكعبة. كثير من المشاهدين والمشاهدات قد يظنوا أن من هنا تبعيضية، نعم، وأن هذا معناه أن من أهل الكتاب كفار ومنهم من ليس كذلك. نعم. هذا غير صحيح. من بيانية أن الذين كفروا، من هم الذين كفروا؟ من أهل الكتاب والمشركين، معناها بما يشمل أهل الكتاب والمشركين هؤلاء هم الكفار. طيب لو لأنها لو كانت أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لو كانت من تبعيضية، لكان أيضا من المشركين مؤمنون. نعم. وهذا غير صحيح، لا يقول به قائل ولا عاقل. نعم. فلذلك ليس للمسلمين أن يعترفوا بهذه الديانات المحرفة المبدلة، ولا أن يقدسوا الكتاب المقدس، ولا أن يعترفوا بقداسة البابا، ولا بأنه أنبأ أو أنه رسولي. نعم. ليس له أي وصف من هذه الأوصاف، لا رسالة ولا نبوة ولا قداسة ولا. نعم. ليس له شيء من ذلك، إنما هو صاحب ديانة أرضية محرفة مبدلة، كانت في تسميتها وأصولها تعتمد على أصول سماوية، وانبتر حبلها من السماء.